السلام عليكم وأسعد الله صباحكم لمشاهدة المباراة بجودة عالية بدون تقطيع. تابع الفيديو للأخير وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ستنطلق بعد لحظات المباراة المنتظرة من كل الجزائريين، أين سيتقابل المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره الليبيري في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمنافسات كأس أمم إفريقيا والتي تقام بالمغرب السنة القادمة. ويمكن لكل الجزائريين مشاهدة المباراة بجودة عالية بدون تقطيع بتعليق المعلق حفيظ الدراجي على قنوات بين سبور، كما يمكن أيضا مشاهدة المباراة على القناة الأرضية والقناة الشبابية السادسة. فبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة المهمة.